إذن وأتابع في مسألة اختفاء الشيخ أحمد الأسير وممن معه أيضا الفنان فضل شاكر. معي الآن من لندن أبو أحمد، وهو أحد أفراد أسرة فضل شاكر، الفنان السابق والملاحق قضائيا اليوم. أبو أحمد، أهلا وسهلا بك معنا. نريد أن نعرف منك بداية، أين هو فضل شاكر اليوم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا السلام عليكم. فضل شاكر اليوم انقطع الاتصال مع فضل شاكر من بعد ظهر الاثنين، وفضل شاكر صراحة مثلنا مثلكم ما عندنا أي معلومة عن مكان وجود فضل شاكر. فضل شاكر اليوم عم بيدفع ثمن مناصرته للشعب السوري وثمن مناصرته للمظلوم بهيك إنه اختفت حريته لفضل شاكر. فضل شاكر حابين يحرقوا له صوته، حابين يحرقوا وجوده بس لأنه ناصر الشعب السوري، ناصر المظلوم. فضل شاكر يحرقوا له صوته أما لكنه هو تخلى عن الغناء أستاذ أبو أحمد. نعم، تخلى عن الغناء فضل شاكر وناصر الشعب السوري. فضل شاكر عبارة عن فنان مرهف بالأحاسيس كان، واللي وكل ذنبه إنه ما رضى يشوف شعب سوري مظلوم. قصدك انه صوته المساند للشعب السوري. طيب، لكن اللبنانيون والعرب بشكل عام تفاجؤوا بفيديو ظهر فيه الفنان فضل شاكر وربط بالمذبحة التي ارتكبت بحق الجيش. فضل شاكر، يلي بيعرف فضل شاكر بيعرف قديش فضل شاكر بحب الجيش. فضل شاكر يلي تبنى حبه. طيب، الخاص أبو أحمد سامحني فقط أقاطعك، دعنا فقط نشاهد هذا الفيديو الذي ظهر فيه فضل شاكر وأعود إليك مرة أخرى. إيش الله ودم طرابلس ودم السديم اخترقوا فطيستان، روحنا لكم الكلاب يا خنازير. فطيستان أربع جرحى خنازير فطيستان. أبو أحمد، استمعت إلى ما قاله فضل شاكر في هذا الفيديو، يعني ألا يمكن أن يعتبر هذا تورطاً أيضاً فيما حصل؟ هذا الفيديو كلنا شفناه، بس هذا الفيديو كان بالاشتباكات الأولى اللي صارت مع سرايا المقاومة. فضل شاكر هذا الفيديو صار بيوم الاثنين، كان في اشتباكات مع سرايا المقاومة بالشقة اللي كان حاميها الجيش. بالشبكات مع سرايا المقاومة، وهذا الشيء طلع بعده فيديو توضيحي أنه ب19 الشهر فضل شاكر ابدا ما بيمسهم بورده للجيش. فضل شاكر قائد الجيش بيعرفوا لفضل شاكر. فضل شاكر تبنى حفله حسابه الخاص عمل لهم اياها للجيش بصيدا، بيرجعوا للتاريخ شو عامل للجيش. وكلنا بنتمنى ان الجيش يكون على حياد ويكون عادل بحقنا كلنا، بحق كل المواطنين بلبنان. طيب، الجيش اليوم يعني من كلامك انه نشترك في قتال ضد سرايا المقاومه؟ ما اشترك بقتال ضد سرايا المقاومه، شباب اشتركوا بقتال ضد سرايا المقاومة. هيدا اشتباك كان مع سرايا المقاومة. فضل شاكر عم بيصرح شو صار. سرايا المقاومة كمان استباحت كل شيء عنا بلبنان. يعني نحن مثلنا مثل الشعب السوري، بس الفرق نحن ما قادرين ندافع عن حالنا بلبنان. طيب، عنا امكانيات الجيش الحر بسوريا. نحن اليوم عم نطالب بدولة بلبنان، عم بيطالب كلنا بنطالب، وكلنا بنطالب بجيش بلبنان يحمي الكل، يكون على مسافة واحدة من الكل. ما بنطالب نحن نقتل الجيش او نذبح بالجيش. الجيش ياما وياما صرنا سنين عم نرفع الصوت ونقول يا جيش لبناني انت حكم لبنان، انت حمي حدود كل لبنان، انت وقاف، انت كون حمينا، انت كون سندنا بلبنان. طيب ابو احمد، يعني الفيديو الذي ظهر فيه فضل شاكر ليس جديدا، ليس في الاشتباكات بين انصار الشيخ الاسير والجيش، بل في اشتباك سابق فضل شاكر. طيب، دعني أسألك أيضا في شيء تم تداوله أيضا بشكل كبير، هو ما تعرض له منزل فضل شاكر من أضرار ومن حرق. من الذي استهدف منزل فضل شاكر؟ قبل حرق منزل فضل شاكر على وقت اشتباكات مع سرايا المقاومة تمت سرقة ما بداخل منزل فضل شاكر، والجيش ما أمن حماية لمنزل فضل شاكر، وتم الاعتداء على المنزل وتم كل شيء صار بالمنزل وعاعين من الجيش. الجيش ما تصرف، والجيش بعد هذه المعركة اللي صارت بعبرة مع الشيخ أحمد الأسير واللي صار حصار على مسجد بلاد الرباح، الجيش كمان احترقت الفيلا وفاتوا نهبوا الفيلا، والدفاع المدني ما لبى نداء الأهالي اللي حد الفيلا، كانت الفيلا عم تولع وما حدا عم يتصرف. متى تقريبا؟ متى حصل ذلك؟ إعلامي. متى حصل ذلك أبو أحمد؟ متى تم إحراق ونهب فيلا؟ إحراق الفيلا فضل شاكر أوام بعد أول ما سقطت المربع الأمن بإيد الجيش، ما في بعده بساعتين تم إحراق الفيلا وتم سرقة ما تمكنوا عليه، يعني من أبواب الباب تم سرقتها، الباب الخشب سرقوه
شبابيك سرقوها، ليك لأي درجة سرقوا كل شيء؟ وين الدولة من هذا الشيء كله؟ وين الدولة؟ وين مخابرات الجيش؟ وين الملاحقات؟ بس ملاحقات بحق فضل شاكر وأحمد الأسير والشباب، ساعتها يلاحقوا البلد كله، يلاحقوا كل واحد لبناني بيقول نحن مع الثورة السورية، يلاحقوا كل واحد عربي بيقول نحن مع الثورة السورية. تتهمون أحدا؟ لديكم معلومات أو تتهمون أحدا من يقف وراء استهداف منزل فضل شاكر؟ الفيلا موجودة بمنطقة جغرافية معروفة لمين تابعة. الفيلا موجودة تابعة لمين تابعة هذه المنطقة؟ الجيش أدرى لمين تابعة، والجيش أدرى مين مسيطر على المنطقة، والفيلا موجودة ضمن نطاق جغرافي معروف لمين تابع. طيب أبو أحمد، أنت تتحدث إلينا الآن من لندن، سامحني فقط لضيق الوقت، أنت تتحدث إلينا من لندن، كل أسرة فضل شاكر في لندن الآن؟ أسرة فضل شاكر بخير، أسرة فضل شاكر كمان عم تدفع الثمن، وأسرة فضل شاكر مظلومة، أسرة فضل شاكر صارت مشتتة، الله يعين أسرة فضل شاكر، عم بيدفعوا الثمن رغما عن أنفهم، عم بيدفعوا الثمن رغما يعني بس بسبب مواقف فضل الشاكر. شو ذنبهم؟ أسرة مظلومة شو ذنبهم؟ بدنا نتعرض لضايقة من كل الأطراف، وضعنا الأمن بخطر. وين بكرة بيصير لهم شيء أسرة فضل الشاكر؟ مين بده يوقف؟ مين بده يوقف يدافع عنهم؟ استباحوا ممتلكاته لفضل الشاكر، استباحوا كل شيء تابع لفضل الشاكر. طيب لكن أبو أحمد لم تجبني، هم داخل لبنان أم تم إخراجهم من لبنان العائلة؟ وضع أمني أنا ما بدي أحكي، ما طيب. بدي صرح أوكي. أنا شو وضع مشتت وضعهم، نعم. الله يحميهم، الله الحامي، بس شو جريمة فضل شاكر؟ شو طيب. جريمة فضل شاكر؟ عم يدافع عن أطفال سورية، عم يدافع عن المظلومين، عم بيحكي بس كلمة حق. فضل شاكر كل العالم تعرف مين هو فضل شاكر، محب لعمل الخير، هيدا نهج حياته كل العمر. طيب. فضل شاكر وصلت الفكرة يعني. أبو أحمد أنا شاكر جزيلا لك هذه المشاركة معنا. أبو أحمد قريب الفنان السابق والمناصر للشيخ أحمد الأسير، كنت معي من لندن، شكرا جزيلا لك.